جاءت هذه المبادرة الإنسانية والخيرية من قبل الهيئة الوطنية لترقية الأمل لصالح اللاجئين، وأن هذه المعونات فقد تم تسليمها للأمين الدائم للجنة الوطنية لاستضافة اللاجئين إدريس محمد علي عبد الله نصر، وتتمثل هذه المساعدات من مواد غذائية كالأرز والسكر والمفروشات وغيرها. وعقب تسلمه لهذه المساعدات الأمين الدائم للجنة الوطنية لاستضافة اللاجئين إدريس محمد علي عبد الله نصر أوضح بأن هذه المعونات ستصل إلى مستحقيها والتي ستسهم في تحسين ظروف اللاجئين.